ما الفرق بين السنة المؤكدة والسنة أو النافلة؟ السنة المؤكدة هي التي يحرص على فعلها ويتأكد فعلها، مثل الوتر، مثل ركعتي الفجر، والسنن الرواتب، تحية المسجد، هذه سنن، وصلاة الضحى، صلاة الليل، هذه سنن مؤكدة. وأما السنن المطلقة فهي سائر السنن التي إن فعلها فله أجر وإن تركها فلا حرج عليه. نعم.